الصحة والجمال لون جديد للحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي. حلقة جديدة من برنامجكم عيادة الصحة. الحقيقة احنا هنتكلم عن موضوع النهاردة كان في الماضي بيسبب قلق كتير جدا للأبهات والأمهات لأطفالهم. الحمد لله دلوقتي الموضوع أوشك على الانتهاء وأوشك على الاختفاء، بس لسه تبعياته للأطفال اللي أصابهم المرض، وده بيبقى عمرهم دلوقتي في المتوسط ما بين 20 ل 30 سنة فيما فوق، بيعاني لسه من آثار وتبعيات هذا المرض. النهارده هيكون موضوع حلقتنا عبارة عن شلل الأطفال ودور العلاج الطبيعي. بيسعدني ان يكون ضيف حلقتنا النهارده في عياده الصحه دكتور باسم فوده، مدرس مساعد العلاج الطبيعي. دكتور باسم اهلا بيك في عياده الصحه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. الحقيقه زي ما انا اشرت كده في المقدمه، موضوع شلل الاطفال اوشك على الانتهاء واوشك على الاختفاء من مصر، ودي حاجه كلنا بنفتخر بيها ونتشرف بيها. أكيد. كان في الماضي طبعا موضوع مقلق جدا للاب والام ان ابنهم يصاب بشلل الاطفال. طبعا. احنا عايزين نعرف في البدايه من حضرتك ايه هو شلل الاطفال وازاي كان بيتصاب الطفل والاعراض بتاعته ايه؟ حقيقة في البداية احنا ناخد نبذة سريعة عن تاريخ المرض ده. المرض ده بدأ اكتشف أول مرة سنة 1798 تقريبا. في الفترة ديت كان المرض بدأ ينتشر وبدأ الأولاد يسخنوا سخونية رهيبة، وبعد كده الولد يبدأ يحس بتكسير في جسمه، يبدأ بعد كده يصاب بغثيان ودوخة وصداع، ويبدأ بعد كده ان هو يخش في حالة من حالات التيبس، ويفاجأ بعدها في خلال بعض ايام بسيطه ان هو بدا يجيله شلل في جزء من اجزاء جسمه، سواء كان رجليه او ايديه اي طرف من اطرافه. فبدا الناس تدور على الموضوع ده، فقدروا يكتشفوه في الفتره ديت عن طريق دكتور اسمه مايكل اندروود، وبعد كده فضلوا وراه لحد لما دخل، طبعا لما راح امريكا بدا الموضوع ده انتشر في امريكا في 1950 تقريبا. في دكتور هو دوت اللي اكتشف المصل واللقاح بتاع المرض دوت، اسمه دكتور اسمه جوناس سالك. الدكتور دوت هو اللي قدر ان هو يكتشف اللقاح ده، ومرضيش حتى ان هو يسجل براءة اختراع عشان خاطر العلاج ده ينتشر في كل العالم بدون ما يكون مكلف على الاسر الفقيره. بالذات المرض ده مرض من الامراض المنتشره جدا في الدول الفقيره، عشان خاطر ما فيش رعايه صحيه، ما فيش عندنا اي نوع من انواع الاهتمام بالميه او بالاكل، والاطفال بيبقى صحتهم ضعيفه وعندهم المناعه بتاعتهم ضعيفه. فالمرض ده بينتقل عن طريق الفم، يعني بيخش الجسم بواسطة الفم. كان موضوع مقلق جدا بالنسبة للأب والأم، لأن زي ما حضرتك قلت في غضون أيام من الطفل إن هو يكون سليم، إن هو يصاب بشلل بدون أي مبررات ويفقد أحد الأشياء المهمة جدا في جسده اللي بتساعده على الحركة. طبعا وظائف جسمه كلها بتبدأ تختل، بيلاقي نفسه إن هو كان بدل ما كان الولد بيمشي بيلعب مع أصحابه بيروح المدرسة بيعيش حياة طبيعية، مرة واحدة الولد بقى عنده إعاقة مخليه مش قادر إنه يخرج بره البيت. الولد بيعرج، بدأ يجيله تشوهات في رجله، بدأ يجيله فروقات في رجله، يبدأ الموضوع يبقى مقلق جدا للأسرة. فالمرض دوت بيخش الجسم عن طريق الفم زي ما قلت لحضرتك، بيخش يبدأ ان هو يوصل للأمعاء عن طريق سواء كانت مية ملوثة او اكل ملوث، بالذات الناس اللي هي عايشة على المصارف او الأماكن ديت، مع سوء التغذية مع سوء ضعف المناعة بتاعته يبدأ الولد يتصاب بالمرض ده. المرض يبدأ يمتص في الأمعاء ويخش يضرب الحبل الشوكي، فلما بيخش الحبل الشوكي بيضرب الجزء الحركي اللي مسؤول عن توصيل الاعصاب، الضفيره العصبيه اللي هتوصل لي بعد كده للعضلات بتاعته. فعلى حسب هو ضرب انهي ليفل او انهي مستوى في الحبل الشوكي تبدا تجيله الاصابه، سواء كانت في لو الفقرات العنقيه بتصيب الدراع بتاع الطفل او الشاب، وبعد كده ممكن لو جات له في الفقرات القطنيه تحت تبدا تصيب اي رجل من الرجلين. جميل. ممكن تضرب الرجلين الاثنين مع بعض ودي تبقى مشكله اكبر. فنبدا بعد كده نخش في مشاكل ان الولد ده يبدا يحصل له ضمور في العضلات. الولد الاول بيبدا يشتكي من سخونيه ويبدا يشتكي من صداع زي ما قلت لحضرتك، يبدا بعد كده يخش معانا في حاله من حالات الضمور بسبب ان العضله مش واصل لها الاشارات العصبيه بتاعتها، مش واصل لها بعد كده الغذاء بتاعها، ما بتنقبضش وتنبسط، فبيبدا يحصل فيها نوع من انواع الضمور. الضمور ده يخلي منظر الرجل اكنها عصايه صغيره. دكتور باسم، يعني هو الموضوع الحمد لله في مصر اوشك على الانتهاء، ان تمام. اطفال يصابوا بمرض شلل الاطفال. الحمد لله الناس بقت عندها وعي صحي، بقى في تطعيمات اللي تقدر انها تحمي اطفالنا من شلل الاطفال. أكيد. لكن اطفال كتيره في الماضي اصيبوا بشلل الاطفال وما زالوا يعاني من اثاره وتبعياته.
احنا عايزين نعرف بقى من حضرتك دور العلاج الطبيعي مع الحالات ديت. هل تقدر بالعلاج الطبيعي والتطور اللي بيحصل في الطب كل يوم وكل جديد في الطب نقدر نساعد هؤلاء الاشخاص اللي اصابوا بالمرض ولسه بيعاني من تبعياته في اننا نساعدهم ان هم يمارسوا حياتهم بشكل افضل؟ حضرتك هي الفكره كلها قايمه على ان انا الطفل دوت عنده خلل وظيفي، سواء كان نسبه الاصابه بالمرض حوالي اللي هو يفضل معاه الاعاقه ديت او سبب الاعاقه دي حوالي 0.5%، لكن في ناس بعد ما بتخف من 90 ل 75% بعد ما بيخفوا تمام يبقوا كويسين، يجي على سن 20 او 30 زي ما حضرتك بتقول يرجع يتصاب سادن اتاك مره واحده، يلاقي نفسه بدا يحس بخذلان في جسمه، يبدا يحس بضعف في عضو من اعضاء جسمه بدون اي مبررات مع شويه سخونيه، نفس الكلام تاني، لان بيكون الفيروس بيرجع الاعراض ممكن تنتشر يعني بصوره مبسطه جدا والمريض ما يكونش حاسس بيها، يعني سخونيه او صداع كانه عنده برد او ممكن يكون من اي شيء تاني، يعني حقيقي. ما بيجيش في الاسره الاب والام او حتى الشخص ان هو بيعاني من شلل خالص، في خلال ايام يبدا يفاجئ ان هو مش قادر يرفع رجله، جاي يقوم من السرير مش قادر يحط رجله في الارض تبدا. تمام، احنا برضو بنوضح للساده المشاهدين من خلال الفيديو على الشاشه لاسباب الاصابه بمرض شلل الاطفال. تمام، ده عن طريق ان احنا زي ما اتفقنا بخش الفيروس بيخش عن طريق ميه ملوثه او اكل ملوث عن طريق الفم، يبدا ينزل في المعده، يخش على عند جدار الامعاء، جدار الامعاء يبدا يمتص الحيصله بتاعه الفيروس، يكسر الغشاء البروتيني اللي هو الجدار البروتيني اللي بيغطي الفيروس، يبدا الفيروس يخش جوه الامعاء، وفي جوه الامعاء يبدا يتكاثر ويبدا يخش لي يوصل للحبل الشوكي عن طريق الدم، يبدا يعمل لي المشاكل بتاعته اللي اتفقنا عليها زي ما قلت لحضرتك، يبدا ان هو يدمر الضفيره العصبيه اللي رايحه تغذي العضله فتسبب بعد كده الانقباض بتاعها. جميل، تمام. طيب دكتور باسم فوده، وبما ان حضرتك مدرس مساعد للعلاج الطبيعي، احنا عايزين نساعد اطفالنا اللي اصيبوا في الماضي بشلل الاطفال واللي هو دلوقتي اعمارهم بتتراوح ما بين 20 في 30 فيما فوق وما زالوا يعاني من اثار وتبعيات شلل الاطفال، احنا كعلاج طبيعي النهارده نساعدهم ازاي؟ اهم حاجه الوظيفه، دوري كأخصائي العلاج الطبيعي وانا شغال مع الطفل او مع الشاب اهم حاجه عندي الوظيفه، زي ما قلت لحضرتك الراجل ده كان شغال او الراجل ده بيدرس في الجامعه او طالب في مدرسه محتاج يرجع يعيش حياه طبيعيه تاني بالظبط، بيبدا يتاثر، بتبدا يلاقي نفسه مش قادر يتحرك مش قادر يمشي، فببدا استخدم معاه وسائل علاجيه مختلفه عشان اوصل في الاخر لهدفي هو الوظيفه. الوسائل العلاجيه دي بتبقى عن طريق اجهزه ولا عن طريق علاجات ادويه؟ لا عن طريق طبعا اجهزه وعن طريق تمرينات معينه بتبدا تستخدمها مع المريض. جميل، في عندنا سسبنشن ثيرابي، ده حاجه مهمه جدا، عباره عن قفص حديدي، القفص ده بنعلق فيه سلينجز وبنعلق فيه حاجات تدي مقاومه بسيطه عشان ابدا ان انا اقوي العضله ثاني وارجعها لدورها، لان المرض ده بيصيب العضلات الكبيره اللي هي اللي شايله لي وزن جسمي كله من على رجلي، بيصيب العضله الاماميه وبيصيب عندي العضله بتاعه المؤخره ويبدا يصيب العضلات اللي هي بترفع مشط القدم، فتلاقي الراجل ده هو ماشي مش قادر يقفل ركبته بسبب ان العضله الاماميه بتاعتي اتصابت، فيبدا تلاقيه دايما بيوطي ويقفل يقفلها بايديه، وتلاقي المشيه بتاعته مش قادر يرفع مش رجله بيجر على الارض، فتلاقيه بيحاول ان هو يرفع يخرج رجله لبره ويرفع رجله كلها من على الارض عشان رجله ما تجرش على الارض، فبنبدا ان احنا نقوي المجموعه بتاعت العضلات اللي هي بترفع مشط القدم، وبنقوي العضلات العضله الاماميه والعضله بتاعت المؤخرة. حتى لو كان وصل لمرحله الدمور، يعني كان وصل لمرحله دمور في العضلات، هي بتقدروا برضو تخشوا في الحاله ديت وتقدروا ان انت تعتمد على نسبه مدى اصابه العيان، كل مش عيان فيش اثنين عيانين شبه بعض، كل عيان على حسب مدى الاصابه بتاعته على حسب ما بنقدر ان احنا نقول هنتجه معاه بقى انهي اتجاه. في تكنيك اسمه البي ان اف اللي هو التكنيك بتاع التنبيه باستخدام التنبيه العصبي العضلي للمستقبلات الحسيه اللي موجوده في الجسم اللي بتربط لي جسمي كله ببعضه، في عندنا اثنين دايجونال، يعني في عندنا دراعنا الشمال مرتبط بايدينا اليمين وايدينا اليمين مرتبطه بدراعنا الشمال، فالحالات اللي هي بتبقى فيها حاله كبيره من الضمور ببدا انبه لها رجلها عن طريق ان انا بدي مجموعه من التمرينات العصبيه وادي شويه مقاومات للدراع فوق الشمال عشان خاطر انا اقوي برجلي اليمين والعكس، فابدا ان انا او انبه التنبيه ادي تنبيه عصبي للعضله من غير ما احرك المفصل تماما طالما انا عندي مشكله وفي عندي ضمور في العضله. جميل، وباجي ابدا ان انا استخدم السبلنتس اللي هي الجداير او الاطراف الصناعيه اللي ببدا استخدمها عشان خاطر ابدا اوقف الراجل ده، لان انت مع ضمور العضل مع الضمور العضلي بيبدا يقل التحميل على العظم، فيبدا العظم يخش لي في هشاشه، يبدا العظم يخش لي في ديفورمتس، في تشوهات تبدا تحصل في المفاصل، يبدا يؤدي لتاكل في بعض اجزاء العظم، اكيد يبدا يعمل لي خشونه في مفصل الركبه، لان مفصل الركبه ده عباره عن عظمتين مفيش حاجه ماسكاهم غير شويه عضلات حواليهم واربطه، فوزن جسمي كله نازل عليهم، فلازم يبقى عندي عضلات قويه شايله لي وزن جسمي، ففي الحاله دي بيبدا يحصل عندي الضمور، تبدا العظم
يبدأ يبقى عليه كل التحميل، المفصل بتاعي عليه كل التحميل، فاحتاج ان انا اقوي العضلات دي تاني او ان انا البس الراجل ده جبيرة تخلي لي العظم بتاعي في حالته الطبيعية، ما يبدأش يحصل عندي الاسترس الجامد اللي بينزل على العظم، فامنع ان انا يبدأ يحصل لي عندي التشوهات اللي بتحصل في الركبة، يبدأ يجي لي فرق التحميل اللي بيحصل من اليمين للشمال، يبدأ يخلي لي في عندي طول الرجل نفسها يختلف، لان ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا ان العظم بتاعنا طوله بيبدا في مرحله النمو دي بالذات في فتره الشباب صحيح. بسبب التحميل، فانا ما بقدرش اقف على رجلي دي، ما بقدرش احمل عليها، فتبدا العضلات مش منتهيه، فما فيش حتى الشد السترينث اللي بيحصل على العظم، فتبدا عندي العظم نفسه يبدا فيه فرق في الطول ما بين رجل اليمين ورجل الشمال، فتلاقي الراجل ده ماشي عنده رجل طويله ورجل قصير، فلازم ابدا البس له جباير تبدا تعليلي اجيب فرق اللي موجود ما بين الرجلين وابدا ان انا البس جبيره من فوق الركبه تقفل لي مفصل الركبه، عشان الراجل ده هو محمل يبقى محمل ستريت، الفورس بتاعتي القوه بتاع جسمي وزن جسمي متحمل على عظمه بطريقه سليمه، ما يتحملش بطريقه غلط تؤدي لي بعد كده في حاجه اسمها جينور كاربيتم اللي هو الركبه بتاعت الاربطه بتاعت الركبه من ورا يبدا يحصل فيها ارتخاء، والعضله الخلفيه يبدا يحصل فيها ارتخاء، فتلاقي الراجل ده ركبته راجعه متر وراه. ده صار بنشوفها الحالات ديت حتى يعني في النطاق العملي بتاعنا بنشوفها يعني اكيد، ويبدا عندي وش الرجل يحصل فيه نفس الكلام، المجموعه اللي فوق اللي هي اللي بترفع مشط الرجل لفوق مش شغاله، العضله اللي هي السمانه تبدا تقصر، تبدا تاخد لي وش الرجل في تشوه تاني اللي هو الاكواينس، يبدا تلاقي وش رجله عامل كده، فابدا محتاج ان انا اعمل ستريتشنج كويس للعضله ديت، ابدا البسه سبلنت عشان الراجل ده هو واقف وهو ماشي ما يحملش بطريقه غلط، فلازم نهتم جدا بحته التحميل وحته الوزن نازل بتاعي ازاي على العظم بتاعي، وابدا ان انا احاول بشتى الطرق ان انا اقوي العضله، لان الراجل ده بعد كده هيبدا يخش لي، هو الراجل ده طول ما هو ماشي عمال ماشي بيوطي بيقفل ركبته بايديه وعمال ان هو بيزك وعمال بيعرج، يبدا يدخلني بعد كده في مشاكل في العمود الفقري، يبدا الحوض عندي العضلات اللي حوالي الحوض دوت عباره عن عضمايه ممسوكه باربع حبال، الحبال ديت محتاجه ان انا برضه عارضين للساده المشاهدين عشان يبقى صور توضيحيه ليهم تمام. بعض الحالات اللي بتعاني من تبعات شلل الاطفال زي ما حضرتك شايف هنا في الصوره، عندنا المريض لازم ما بيقدرش يقفل ركبته بسبب العضله الاماميه منتهيه، شوف حضرتك فرق حجم الرجل اليمين من الرجل الشمال، شوف المشي عامله ازاي، الراجل على طول عمال بيوطي ومايل ناحيه رجله المصابه، الراجل مش قادر ان هو يرفع، شايف رجله بيحصل دروب فوت رجله ومش رجله دايما بيقع. طب الحاله دي تحديدا يعني هل انت لو دخلته بالعلاج الطبيعي ده بيبقى تكميلي ولا اساسي في العلاج؟ لا اساسي، لانه ملوش علاج تاني غير العلاج الطبيعي، ملوش علاج تاني الا العلاج الطبيعي، يعني مفيش لا جراحات ولا ممكن هو يخش يعمل عمليات ولا في حاله زي كده الراجل ده احنا ممكن بعد كده بيخش بيعمل عمليه تطويل للعظم عشان خاطر يعوض فرق الطول اللي احنا اتفقنا عليه، يركب له جهاز لزاروف عشان خاطر ان هو يبدا يشيل العظم العظم يبقى في نفس المقاس بالظبط، عشان ما يبقاش عندي بعد كده مشاكل في العمود الفقري، يحصل ابدال سكوليوسيس من حياه في العمود الفقري ويبدا الراجل ده يخش في مشاكل، لكن ما بتبداوش على طول بالعمليه، الاول بتبداوا علاج طبيعي وبعد كده في مرحله ثانيه العمليه مرتبطه اكتر على حسب من المرحله السنيه وعلى حسب العظم خلاص وقف عند كده ولا لا، هل احنا نقدر نديله تمرينات ونبدا نديله حاجات فانكشنال زي ما قلت لحضرتك ان انا اوقفه دي كده الحاله تركب لها الحاجات التعويضيه فعلا بعد ما عمل الجهاز اللازاروف وهو مركب الجهاز لازم نبدا نمرنه عشان اللودنج اللي قلت لحضرتك عليه عشان العظم يبدا ان هو يحصل عليه ستريس فيبدا ينمو بشكل طبيعي جميل عشان خاطر احاول اعوض فرق السنتيمترات او الكام ملي اللي موجودين، حضرتك هتلاقي بعد كده في اخر الفيديو ان الراجل ده بقى تقريبا الفرق بقى بسيط واضح جدا في مشيته زي ما حضرتك شايف ان مشيته بدات العرجه اللي كان بيعرضها تحسنت بشكل اكبر لان الحوض عندي بقى فيه بالانس اكتر من الاول. جميل، طب انتوا قدرتوا توصلوا النهارده بالعلاج الطبيعي للحالات اللي هي بتعاني من تبعيات شلل الاطفال ولو بنسبه مثلا يعني حاله لو كان عندها نسبه 5% وهنقول مثلا حصل لها تاكل بسيط للعظم، هل انتوا ممكن بنسبه 5% مش نسبه كبيره يعني بتبقى مجرد للمريض بيبقى زكه خفيفه وهو ماشي، ده لو حد عنده قوه ملاحظه بيلاحظها يعني تمام، هل انتوا ممكن تخشوا بالعلاج الطبيعي في الحاله ديت وتوصلوا المريض دوت ان هو يوصل لحاله ال 100% من الكفاءه؟ هقول لحضرتك زي ما اتفقت مع حضرتك الموضوع كله مبني على ايه؟ انا عندي العضله ديت عباره عن هي الماشين اللي بتتحرك محتاجه سلك محتاجه كهرباء عشان تشتغل تمام، فانا ما عنديش لو الاسلاك اللي رايحه على العضله ديت منتهيه تماما، لان زي ما قلت لحضرتك المرض بيخش بيضرب التجمع العصبي للخلايا الحركيه اللي بتوصل الحركه للعضله، فلو انا عندي الخلايا ديت ميته تماما بيبقى انا بحاول ان انا احافظ على الوظيفه مش اكتر من كده، لكن لو الاصابه جت في اعصاب طرفيه ما وصلش للحبل الشوكي نفسه ضرب اعصاب طرفيه بسيطه فبتاخد وقت بياخد ريكفري حوالي 6 شهور عشان ترجع
توصل تاني للعضلة السلك الكهرباء اللي كان اتقطع منها. ففي خلال الفترة دي انا ببدأ بحاول احافظ على حجم العضلة زي ما هو، ما يحصلوش اتروفي اللي هو الضمور، وفي نفس الوقت انا بحاول اعلي من كفاءة الوظيفة، احافظ على الوظيفة زي ما اتفقت مع حضرتك. هدفنا الرئيسي ان الراجل ده ما يمشيش في الشارع الناس واخدة بالها ان هو عنده اعاقة. بالظبط، يعني تتبع على قد المستطاع ان الراجل ده يبتدي مشيته حتى تبقى بشكل شبه طبيعي وهو ماشي حتى في نطاق عمله. طيب دكتور، عايز اعرف من حضرتك لو طفل اصاب بشلل الاطفال وهو صغير، هل ممكن يحصل له ريكارنت او اعاده تاني للفيروس ان هو ينشط مره تانية في الجسم ويبتدي يحصل له تبعيات اخطر من اللي حصلت له وهو في الماضي وهو طفل؟ ده اكيد، زي ما قلت لحضرتك في 90-95% من الناس بيجي لهم الدور ده، يقعد معاهم شهر شهرين لست شهور وخلاص هو خف وبقى زي الفل ما فيش اي مشكله خالص، لان جسمه كانت مناعته كويسه شويه فقدرت ان هي تهاجم المرض، فما سببلوش غير اعراض اللي قلت لحضرتك عليها، شويه الفتيج اللي هو التعب والتيبس والكلام البسيط ده. تمام. لكن يجي بعد كده على سن ال20 وهو داخل الجامعه يلاقي نفسه مره واحده زي ما قلت لحضرتك صاحي من النوم لقى نفسه تعبان، فايه السبب؟ ان المرض نشط تاني في جسمه، فيبدا يعمل له برده اعراض، بس بتبقى اعراضها مش زي لو كانت الاصابه في هو طفل. هو طفل بتبقى الاعراض مجرد شويه باريسز، يعني شويه خدلان في رجليه، مش قادر ان العضله ضعيفه شويه، مش قادر ان انا افرد ركبتي للاخر، مش قادر ان انا امشي كويس، لكن بتاخد وقت فتره. بنوضح حتى للساده المشاهدين دي صوره برضه لطفل من يعاني من شلل الاطفال. تمام، هو هنا في الحاله ديت الولد بيبقى مش قادر ان هو عنده ضعف في عضلات رجليه، فهو مش قادر ان هو يمشي، المشي عنده بيبقى طبعا ضعيف، فبيحاول احنا بنحاول هدفنا كله احنا بنحاول نرجع له الوظيفه تاني ان هو يرجع يمشي زي ما اتفقنا، فابدا ان انا اعلمه ازاي يبقى مستقل بذاته، مش محتاج ان يمشي بكراتشز بعصاية او يمشي بعكاز او يمشي بكرسي. في اولاد منهم لو بدا من سن صغير جدا بيبدا ان هو قاعد على كرسي، ببدا واحده واحده لحد لما اقدر اوصل بيه ان هو ماشي بعصاية لحد لما يمشي لوحده وخلص من غير اي عكاز ولا عصاية. حلو. طيب الاشخاص بقى اللي هم عندهم 20 سنه او 30 سنه وحصل لهم ريكارنت او عاده تانية لنشاط الفيروس، انتوا بقى دوركم كعلاج طبيعي بيبقى في المرحله ديت بتخش كاساسي، ولا الحاله ديت محتاجه انها تاخد بعض الادويه او بعض الامصال او محتاجه انها يحصل لها تدخل جراحي؟ عايزين نعرف الحاله دي بالظبط ممكن احنا نفيدها بايه من خلال العلاج الطبيعي. اكيد طبعا لازم بيبقى راجعين لدكتور العظام اللي بيبقى متابع الحاله، الراجل بيبدا يشوف الحاله ديت اخبارها ايه، الراجل لقى ان في مشكله في الاعصاب بيروح لدكتور الاعصاب بيبدا يمشي معاه بمجموعه من الادويه، شويه معظم ادويه كورتيزون عشان خاطر يعالج الالتهاب اللي موجود حوالين العصب، لان ده الفيروس دخل عمل التهاب كل الشيت بتاعه النيرف سيل اللي موجوده، فبيبدا يبوظ لي يعمل لي التهاب في الخلايا العصبيه نفسها. لكن ما يقدرش في المرحله ديت انه ياخد المصل اللي هو اللي راح اللي هو لا ما يقدرش ان هو لا، لان خلاص انت الفيروس دخل، انت الفكره كلها انت عايز تكسر الفيروس ده قبل ما يدخل، هو خلاص الفيروس دخل وعمل لك المشكله، فدلوقتي انت هتعالج الاعراض اللي موجوده قبل ما تدور على سبب المرض. وبيفضل الفيروس موجود معاه في اللونج تيرم، يعني طول مدى حياته الفيروس موجود في جسمه؟ لا طبعا، ما زي بقول لحضرتك دي ميزه، اهم حاجه ان يبقى في عندي مضاد اللي هي الامصال او المضادات اللي موجوده بناخدها، الانتي بوديز اللي بناخدها ونحن في تطعيمات. لا طفل ما خدوش وهو صغير واصاب بشلل الاطفال وهو صغير وحصل له ريكارنت او عاده ثاني لنشاط الفيروس مثلا في سن ال 20، ده بيفضل كده الشخص دوت فول لايف مدى حياته بيفضل موجود الفيروس، ممكن فترات ينشط ومؤطرات تبقى خامل، ولا القصه بتبقى ماشيه ازاي مع الحالات دي؟ بنبدا بناخد ادويه الكورتيزون عشان نعالج التهاب اللي موجود، وابدا بعد لما التهاب الاعراض بتاعت اللي موجوده تنتهي ابدا ادي للراجل ده حاجات مضادات للفيروس ده عشان خاطر ان هو يبدا يهاجم الفيروس ويبدا يتخلص لي منه، عشان ما ترجعش ليه. بيتخلص الفيروس في الحاله ديت ولا بيفضل كامن جوه الجسم؟ لا هو في الفتره اللي في الاول زي ما اتفقنا لما كان طفل فضل دخل وفضل قاعد جات له وما حسش بيه وبعد كده فضل قاعد معاه، لكن بعد كده لما ادينا له المصل بعد كده بيبدا دي انتي بوديز بتخش بتهاجم الفيروس نفسه. تمام، يعني بتهاجم الفيروس، لا اقصد الفيروس بينتهي تماما من وجوده في الجسم، ولا بيبقى بيخلي بس مجرد خمول او كامن الفيروس بس غير نشط؟ لا انتي بوديز بتخش بتكسر الخلايا، بتكسر الخلايا كلها، يعني الفيروس بيبقى ليس له وجود بعد كده. طبعا بينتهي وجود الفيروس. تمام. طيب عايزين بقى نتطرق لنقطه مهمه جدا وهي نقطه ضمور العضلات. تمام، انتوا ليكوا دور في حته ضمور العضلات كعلاج طبيعي بتخشوا مع المريض بتقدروا تساعدوه، ولا الحاله ديت بتبتدي تنقلوها لشخص متخصص، دكتور متخصص تاني لعلاج ضمور العضلات؟ طالما عضلات يبقى علاج طبيعي. عضلات يبقى علاج طبيعي اكيد. تمام، ضمور العضلات اهم حاجه ليه هي تمرينات العلاج الطبيعي واستخدام الوسائل زي ما قلت لحضرتك، مجموعه اللي هو ان انا استخدم حاجه زي البي ان اف اللي هو تنبيه العصبي. يعني العلاج الطبيعي هيوقف ضمور العضلات واعاده مره ثانيه ان العضلات تاخد وضعها الطبيعي مره ثانيه، بيقدروا توصلوا للحاله دي؟ اكيد، عن طريق طيب. ان انا احافظ على حجم العضله واحافظ على الفايبرز اللي موجوده في العضله حجمها وعلى كفائتها عن طريق التمرينات العلاجيه اللي احنا بنستخدمها. جميل. طيب دكتور عايز اتطرق بقى مع حضرتك لموضوع تاني وهي العمود الفقري.
تمام. العمود الفقري من الحاجات النهارده كتير جدا من الناس بيبتدوا ان هم يشتكوا منها، وخصوصا اسفل العمود الفقري. وعاده المريض في الحاله ديت لما بيروح لدكتور بيبقى قدامه حاجه من الاثنين، يا اما بيديله ادويه يا اما يقول له ندخلك على جراحه. اكيد الموضوع ده النهارده العلم بيتطور والعلاج الطبيعي بيتطور يوم بعد يوم. فهل المريض لو حس بالام في الظهر يتوجه مباشره للعلاج الطبيعي ولا يروح لنفس الطريقه العاديه ان هو يروح لدكتور عظام او دكتور اعصاب؟ لا، بكل تاكيد لازم يروح لدكتور العظام الاول، عشان دكتور العظام بيطلب منه الاشعات المطلوبه، يبدا يتابع الاشعه يشوف، لان ممكن يكون الحاله ديت في حاله خطره ومحتاجه فعلا تدخل جراحي. ممكن يكون الموضوع محتاج بس شويه ادويه بسيطه، بسطات عضلات او اي حاجه بسيطه تبدا تخلصه من الالم اللي موجود، يكون عمل مجهود زياده شويه، شال حاجه تقيله، حصل دروب ما في السكليتال ماسلز بتاعته، فالراجل تعبان شويه، فبسيط الموضوع بسيط. لكن العلاج الطبيعي اهم حاجه في دوره احنا بنعتمد على ميكانيكيه الحركه بتاعت العمود الفقري. جميل. دكتور العظام شغال مع العمود الفقري، وحصل كسر في العمود الفقري، حصل انزلاق غضروفي مثلا، عمل لنا بعد كده انزلاق غضروفي، عمل ايا كان مشاكل العمود الفقري نفسها من ناحيه العظم، لكن ما حوالين العمود الفقري هو ده شغلنا احنا. زي ما قلت حضرتك احنا عندنا العمود الفقري ده اهم حاجه فيه الحوض. الحوض بتاعنا ممسوك باربع حبال زي ما قلت لحضرتك، عضلات البطن وعضلات الظهر من ورا ومن تحت، العضلات بتاعه الهيب الفليكسورز بتوع الهيب اللي هم اللي بيعملوا تاني الرجل، والعضلات والعضله بتاعه المؤخره، دول اللي ماسكين الحوض بيتحكموا لي في الحوض. العضلات ديت لما بيحصل فيها امبالانس، يعني تبقى عضله اقوى شويه من عضله او عضله قصيره شويه بسبب قاعده كتير على مكتب، او ان انا بعد بسوق فتره طويله، او ان انا شغال شغلانه مرهقه، فابدا يبقى عندي شويه العضلات بتاعتي دي يحصل فيها خلل، عضلات الظهر من تحت او العضلات الخلفيه تبدا تاخد لي الحوض في وضع مختلف. هو المفروض ان انا في عندي زاويه تقريبا حوالي 30 درجه الحوض بيبقى مايل للزاويه دي. الزاويه دي لو زادت تعمل لي انتير بلفيك تلتنج، يعني تاخد لي الحوض لقدام، تبدا تزود لي الكيرف بتاع الفقرات القطنيه، الانحناء بتاع الفقرات القطنيه يبدا يزيد معايا، يبدا يعمل لي تشوه في العمود الفقري، يبدا يزود الاستريس اللي موجود اللي نازل على العضلات، يبدا يخلي الفقرات تبدا تضغط لورا، فتبدا تضغط على الديسك اللي ما بين الفقرات اللي هو الغضروف اللي ما بين الفقرات، تعمل لي بعد كده. طيب دكتور باسم فودة وحضرتك مدرس مساعد للعلاج الطبيعي، هل انتوا وصلتوا النهارده للعلاج الطبيعي ان انتوا ممكن تستغنوا عن جراحات الانزلاق الغضروفي وتبتدوا تعالجوها عن طريق العلاج الطبيعي؟ اكيد اكيد، بس برضو زي ما اتفقنا لو الراجل ده خلاص انا الديسك الغضروف بتاعي ما خرجش من جوه الانيلس فيبروس بتاعته اللي هو الغلاف الفايبرز اللي بتحوطه، وخرج وبدا يضغط لي على الحبل الشوكي، لو ضغط على الحبل الشوكي وعامل لي مشكله في الحبل الشوكي، الراجل ده عنده شلل، اعمل له علاج طبيعي؟ لا طبعا، لازم بخش بشيل الجزء بتاع الغضروف ده، لو الفقره اتكسرت واتحركت من مكانها مش هعمل له حاجه. لكن لو انا الراجل داخل لي عنده فعلا مشكله بسبب العضلات اللي موجوده ما فيش بينها البالانس اللي موجود، لا انا ببدا اعالج البالانس ده، الفقرات ببدا ارجعها في مكانها الطبيعي، تاخد التسلسل الطبيعي بتاعها. لا طبعا، حاليا في الفتره الاخيره دور العلاج الطبيعي دور مهم جدا، بالذات في موضوع مشاكل العمود الفقري، سواء فقرات عنقيه او فقرات القطنيه. طيب الموضوع ده بياخد وقت مع المريض، يعني في كعلاج طبيعي بياخد معاه لونج تيرم في الوقت في يعني مسافه طويله للعلاج، ولا اكيد لان على المدى القصير؟ اكيد لان هو ما بقاش كده في يوم وليله، هو فتره طويله، اكيد تبعات لحاجات كتيره واسباب كتيره اللي هو بياخده، القعده بتاعته، شو طريقه شغله، زي ما قلت لحضرتك الحاجات دي كلها هي اللي وصلته للمرحله دي. فانا مش هصلح له ده في كل في يوم وليله، محتاج ان كمان المريض يبدا يتعاون معايا ان هو يحافظ على التمرينات العلاجيه اللي انا بديها له عشان خاطر نحافظ على الحاله بتاعته. طب هي تقريبا كده يا دكتور، يعني ممكن نقول لها فتره قد ايه ممكن المريض اللي هو بيصاب بانزلاق غضروفي ولجا لدكتور علاج طبيعي وهتبتدي ان انت تبدا معاه رحله العلاج؟ تمام، تقريبا كده يعني ممكن تاخد وقت قد ايه؟ على حسب حالته البدنيه، ممكن ندخل من شهر لست شهور، على حسب حالته البدنيه، يعني على مش حسب مش فتره طويله يعني. لا خالص، لا مش فتره طويله، لا خلص. يعني نقدر نقول ان ممكن في المستقبل القريب نقول وداعا لعمليات الانزلاق الغضروفي؟ اتمنى اتمنى تمام. انا اتمنى مع حضرتك برضو ان كل الناس اللي بتصاب بانزلاق غضروفي او الام في الظهر تبتدي انها تلجا زي ما حضرتك قلت في البدايه لدكتور العظام، وبرده لاستشاره الدكتور العلاج الطبيعي، على اساس ان هو ممكن هو يفيده ويقلل كتير من احتماليه ان هو يلجا للجراحه. حضرتك عارف ان في بعض كتير من المرضى بيبقوا كبار في السن، بعض المرضى بيبقى بيعاني من امراض زي السكر او الضغط، وبتبقى مساله الجراحه بالنسبه لهم مساله صعبه، وفي نفس الوقت بيكون عندهم شكوى من الم شديد في العمود الفقري. اكيد. فالنهارده لو قدرنا ان احنا نحل مشكلتهم بالعلاج الطبيعي، يعني دي بصراحه حاجه بالظبط. طبعا، انا زي ما قلت لحضرتك احنا
العلاج الطبيعي بيدور على سبب المشكله اللي عملت له اللي وصلته للحاله دي ويبدا ان هو يعالجه. احنا مش بنعالج مجموعه من الاعراض. طبعا في عندي شويه الم، في عندي تنميل في رجلي، في عندي ضعف في العضلات، الكلام ده كله مهم، لكن اهم حاجه اوصل للسبب. انا ايه اللي وصلني لكده؟ الفقرات عندي ما بقتش التحميل فيها برده مش مظبوط، الحوض بتاعي مش مظبوط، العضلات فيها ما فيش اتزان ما بين العضلات، العضلات مش شغاله مع بعض بتناغم، فعدم التناغم اللي شغال بين العضلات دوت يؤدي لي ان المشكله بتزيد وبتسوء. فانا ممكن ادخل العمليه واخرج ارجع تجي لي المشكله تاني، يجي لي ريكارنس تاني بسبب ايه؟ بسبب ان انا برده ما عملتش ريبيليتيشن كويس، ما دورتش على سبب المشكله، ما غيرتش طريقه قعدتي، ما غيرتش طريقه نومي، ما غيرتش طريقه شيلي للشنطه، ما غيرتش كل حاجه. لازم عشان خاطر ان انا اتغلب على الموضوع بتاع الفقرات، مشاكل الفقرات ومشاكل الظهر عامه عند كل مصريين، لازم نبدا نغير من طريقه حياتنا. لازم اهتم بالتغذيه، لازم اهتم بوزني، لازم اهتم انا باكل ايه، انا بشرب ايه، البيئه اللي انا عايش فيها. صحيح. اغير من حياتي كلها عشان اوصل في الاخر ان انا شلت الاسباب اللي وصلتني في الاول للحاله ديت. جميل. الحاجة دكتور برضو من الحاجات الشكل المشاهدين بشكل كبير في الاونه الاخيره موضوع خشونه المفاصل. أكيد. يعني ابتدى رجاله وستات وكبار وصغيرين النهارده بنشوف اعمار حتى صغيره بيعاني من خشونه المفاصل، مش قادر يطلع سلم، مش قادر ان هو يمشي بشكل طبيعي، دايما حاسس بالم في المفصل. دوركم انتوا بقى كعلاج طبيعي في الحالات ديت، تقدروا انتوا تخشوا تساعدوا الحاله دي انها ترجع مره تانية للحاله الطبيعيه بتاعتها، ولا بتساعدوها لنسبه معينه من التحسن؟ نرجع ندور تاني على السبب. انا مش عايز اعالج عرض، انا الراجل ده جاي لي تعبان وعنده شويه التهابات في ركبته وعم خليه مش قادر يمشي. ماشي، الالتهابات على عينيا وعلى راسي، لو خد ادويه الالتهابات هتروح، لكن انا عايز ادور على السبب. هو ليه وصل لكده؟ وصل لكده عشان خاطر ما عندوش الكو كونتراكشن، او اللي هو التناغم العضلي ما بين مجموعه العضلات. الشخص عنده زياده في الوزن، ممكن أكيد. يكون حركته قليله، ممكن بيكون بيسوق العربيه لفترات طويله، فهي بتبقى اسباب كتيره يعني. وفي نفس الوقت عشان نقدر ان احنا نعدل من الشكل الحياتي بتاعه دي مساله بتبقى صعبه شويه، لكن هل فسن هذا بالاجهزه المتطوره في العلاج الطبيعي، واحنا بنشوف كل يوم جديد في الاجهزه، هل ممكن تساعدوا المريض دوت فان هو مره تانية يرجع المفصل بتاعه بيبقى بكفاءه 100%، ولا بتبقى بنسبه محدوده؟ 100% دي اكيد مش يعني متوقفه برضو على الحاله الجسديه بتاعه المريض. الحاله الراجل ده كفيزيكال هو اخباره ايه؟ الراجل ده لو حالته الجسديه كويسه اقدر اقول ممكن ارجعه 100%، او على حسب نوع الاصابه اللي موجوده عندي. لكن لو الراجل ده فعلا دخل في مرحله متقدمه من الخشونه، لا، انا هدفي ان انا احاول ازود السبيس بس اللي في المفصل عشان اقلل البروجريشن بتاع المرض. محتاج احافظ على الحاله موجوده، اقلل احساسه بالالم وارجعه تاني لوظيفته، وابدا اقوي العضلات اللي موجوده حوالين المفصل ده عشان خاطر ان هو يقدر يتحرك بحريه، اقلل التحميل اللي نازل على المفصل ده، فاقلل تقدم الخشونه اللي موجود. جميل. احنا عايزين النهارده ومعانا دكتور باسم فوده مدرس مساعد العلاج الطبيعي، احنا عايزين طبعا يعني الحمد لله بقى في وعي على الاوساط الاسريه كلها، بيودوا اطفالهم يطعموا، بياخدوا التطعيم بتاعهم بشكل دوري وفي ميعاده، والحمد لله موضوع شلل الاطفال ابتدى ان هو يختفي تماما في وطننا مصر والوطن العربي. احنا عايزين بقى من حضرتك النهارده تنصح كل الاب والام، واذا كان في عندهم طفل اصيب في الماضي بشلل الاطفال واصبح النهارده مثلا في الفئه العمريه اللي هي من 20 30 سنه، عايز حضرتك تنصحهم يعملوا ايه في الفتره ديت بحيث ان هو يحسن من الكفاءه لهذا الشخص الذي اصيب في الماضي بشلل الاطفال. اهم حاجه هي نظافه الاكل، نظافه الشرب، حافظ على التطعيمات والجرعات التنشيطيه اللي بتتاخد. في جرعات تنشيطيه بتتاخد وبتاخد جرعات في فتره الطفوله، وبعد كده بتاخد جرعات تنشيطيه على فترات، ودايما بتبقى الجرعات التنشيطيه بتبقى في المدارس، يعني دايما حد بيعدوا حملات كتيره جدا في المدارس. فعلا دي حقيقه، لحد سن كبير، لحد ما بيخشوا في اعتقد في ثانوي بيبقى في حملات تنشيطيه. طيب. لازم احافظ على الحملات التنشيطيه، ما اهملش الجرعات بتاعه التنشيطيه واقول له خلاص ما فيش حاجه، اصل ما تعبش ما جالوش، لا ممكن يجي له في الفتره ديت. اهتم بنظافه الاكل بالذات الناس اللي هي ساكنه في مناطق فقيره شويه، او الناس اللي ساكنه جنب مناطق صرف صحي، لان الفيروس بينتقل عن طريق الفم زي ما اتفقنا، عن طريق ميه ملوثه كان فيها فضلات بتاعت حد عنده المرض. فيا الميه اخد بالي جدا من الميه واخد بالي من الاكل. محتاجين نهتم بتغذيه الاطفال، اللي احنا الفتره الحاليه الاطفال للاسف بيتاجوا كتير قوي للجانك فود والفاست فود والحاجات الاكلات السريعه اللي ما فيهاش اي فايده لجسمه، و ده بياخده لناحيه ان هو جسمه هش من جوه، جسمه لو شكل من بره حلو لكن هو من جوه هش عباره عن ورق. بسهوله جدا اي مرض بيخش اي فيروس بيلاقي بيئه صالحه جدا ان هو ينمو ويترعرع جوه جسمه. يعني انا برضو يعني بضم صوتي لصوت حضرتك ورسول الله عليه الصلاه والسلام، سيدنا محمد قال المعده بيت الداء،
اكيد. فانا بضم صوت لصوت حضرتك كلنا يعني نحافظ في اكلنا ونعرف احنا بناكل ايه بالظبط وعلى نظافته ونحافظ على صحه اطفالنا. واتمنى ان شاء الله ان كل الناس اللي حصل لهم في الماضي واصيبوا بشلل الاطفال يبداوا النهارده ممكن هم يعرضوا نفسهم على العلاج الطبيعي، هيقدر يساعدهم بشكل كبير ويقدر ان هو يحسن من حالتهم ومظهرهم وكمان ادائهم في الناحيه العمليه. انا في النهايه بشكر الدكتور باسم فوده مدرس مساعد العلاج الطبيعي، نورتنا في عياده الصحه يا دكتور. شكرا جدا. وبشكر كل الساده المشاهدين اللي شاهدوا حلقتنا النهارده، ونلقاكم غدا ان شاء الله الساعه 7 مساء وحلقه جديده من برنامجكم عياده الصحه، فالى اللقاء. للتواصل مع قناة الصحة والجمال الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.